الدكتورة نجاة صليبة، قد تعرفونها كنائبة منتخبة في مجلس النواب اللبناني الحالي. في الواقع خلف هذا الاسم عقود من العمل الجاد والإنجازات المتنوعة. بدأت الدكتورة نجاة صليبة حياتها المهنية كأستاذة في الكيمياء التحليلية وكمتخصصة في كيمياء الغلاف الجوي في الجامعة الأمريكية في بيروت. لديها اليوم أكثر من 60 مقالة علمية، وقد شغلت منصب مديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأمريكية في بيروت من العام 2013 حتى العام 2020. أخذ نضالها من أجل العدالة البيئية منعطفاً غير متوقع بعد الانفجار المدمر لبيروت في آب 2020. ألهم الالتفاف الاجتماعي الدكتورة نجاة صليبة، فشاركت في تأسيس وإدارة مبادرة خضة بيروت التي دعمت مالياً 100 شركة متضررة. تعمل خضة بيروت اليوم مع طلاب المدارس والجامعات في جميع أنحاء لبنان لبناء نموذج تعليمي جديد من الطلاب من أجل الطلاب، كما تعمل بالتوازي على نموذج جديد للرعاية الصحية في لبنان. لا تناضل صليبة من أجل المناخ فقط، بل من أجل الشباب والصحة أيضاً، وهي حريصة على أن تكون النساء والفتيات في طليعة هذه المعارك. كما أن صليبة مؤسسة ومديرة أكاديمية البيئة، وهو مشروع تدعمه منظمة الصحة العالمية بهدف تثقيف المجتمع حول كيفية العناية بالبيئة. حازت إنجازات صليبة اهتماماً وتقديراً عالمياً. في عام 2019 حصلت على جائزة برنامج لوريال يونسكو للمرأة في مجال العلوم، وفي نفس العام صنفتها بي بي سي بين النساء 100 الأكثر إلهاماً وتأثيراً في العالم، وقد حافظت على مكانها لعامين في قائمة أي بوليتيكل للمئة الشخص الأكثر تأثيراً في سياسة الجندر والاثني عشر الأكثر تأثيراً في العدالة المناخية. باختصار، الدكتورة صليبة مناضلة من أجل العدالة ومثال أعلى للفتيات والنساء في لبنان. في الواقع تقول صليبة بأنها لم تتصور أن تصبح باحثة في إحدى الجامعات، لم تجرؤ على أن تحلم بهذا الحجم لأنها فتاة. اليوم يمكن لكل امرأة وفتاة أن تطمح لتكون ناجحة في الأكاديمية، صادقة في السياسة، وشجاعة في نضالاتها.